أمسيتي رموز أبناء القبائل في انطلاقة رابع أشواطنا، والرمز الرابع هو الشداد الخاص بالجعدان الإذاعي المحليات الأصايل، بالإضافة إلى نصف مليون درهم المنتظر للفائز بالمركز الأول، والجوائز النقدية أيضا المجزية للخمسة المراكز الأولى. على بركة الله مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، ينطلق شوط الجعدان. الله 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 الله، أسماء عملاقة وخطيرة في هذا الشوط. التاريخ يتحدث، التاريخ يتكلم هنا في عاصمة الميادين ميدان الوثب عن هذه الأسماء. مباشرة نسير إلى مقدمة الشوط والصدارة الأولى، ياتي هملول عبد الله بن يمعة بن خميس الغويص من ينطلق في الصدارة الأولى في مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني يصل اليازي في ثاني المراكز لسهيل بن أحمد بن خادم الرميثي، ينطلق على ثاني المراكز أحد الأسماء القوية ومن حصل على السيارات والتواقيت الزمنية ينطلق في ثاني المراكز. انتقل مباشرة هنا إلى المركز الثالث ليجد سلهود لعيسى بن علي بن محمد بن حسن السليطياتي في هذه اللحظات صاحب الرمز أيضا هناك، والبندقية في ميدان المرموم القادم أيضا من ميدان الشحانية للمنافسة هنا يأتي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع الوصول على رابع المراكز إني أرم صيحان قادم أحمود بن محمد بن سالم الوهيبي ضيفنا العزيز أيضا والقادم من السلطنة ومن منجم السبق، يبحث عن الفوز، يبحث عن التتويج، يبحث عن أيضا هنا رمز آخر كما أيضا ذهب بالكاس المفتوح مع سن اللقاية ومع حلف، بينما هناك المركز الخامس أرى هنا القادم هملول زايد بن محمد بن سيف المزروعي. هكذا النداء، الخمس المراكز الأولى، شوط الشداد، الشداد يتجول هنا ما بين القعدان الإذاعة المتعة والإثارة، الانطلاق القوي، الناموس، حلم الجميع، كلمة تتردد في أذهان الملاك هنا. أعود إلى الصدارة الأولى، أعود إلى مقدمة الشوط وما زال في الصدارة هملول لعبد الله بن يمعة بن خميس الغويص، يأتي على الصدارة الأولى، ينطلق على المركز الأول، بينما المركز الثاني اليازي اليازي على ثاني المراكز سهيل بن أحمد بن خادم الرميثي، وانتصفت المسافة، انتصفت المسافة، ويصل في هذه اللحظات حامل اللقب في ختام المرموم. يأتي هنا سلهود القادم عيسى بن علي بن محمد بن حسن السليطي، يبحث عن الفوز، يبحث عن الانتصار، يبحث عن الشداد الغالي. هنا على المركز الثالث، المركز الرابع أم صيحان لحمود بن محمد بن سالم الوهيبي بدأ ينضم إلى المربع الذهبي، بدأت المنافسة تحلو هنا مع هذه الأسماء، مع هذه الانطلاقات، ولكن يا الهواري عطني بعدساتك المركز الخامس بعد مصيحان حامل الرقم واحد. هنا أيضا نتواصل، هنا ننطلق، ولكن القادم هناك مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام اللي وصل في هذه اللحظات هو واصل شاهين مظفر بن سالم بن دحروي العامري. الله 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 الله، الشداد الشداد، شداد القعدان، المحليات الأصايل، ما في تغيير منذ الانطلاقة، ما في تغيير منذ الانطلاقة، ما زال على الصدارة، ما زال على الصدارة هملول عبد الله بن يمعة بن خميس الغويص على صدارة الشوط على المركز الأول. الله الله الله، وصل اليازي، بدأ يغير الرميثي، بدأ يغير الرميثي في هذه المنطقة. هذا هو الشداد كما تشاهدون عبر قناة ياسر الرياضية
الرياضية هنا مشاهدين الأعزاء شداد القعدان الإذاعة المحليات الأسايل. الله 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 يا الرميثي اليازي 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 على الصدارة. هناك أيضا سهيل بن أحمد الخادم الرميثي ما زال على الصدارة الأولى، ما زال على المنافسة الأولى. أهالي السمحة هنا بانتظار السلام، بانتظار الفوز، بانتظار التتويج. بينما المركز الثاني هنا هملول لعبد الله بن يمعة بن خميس الغويس وسلم صيحان، وسلم صيحان وصيف الرموز في قطر وصيف الرمز ايضا في المرموم ياتي ويغير من مركز الى مركز. بدات ايضا المنافسه، بدات المنافسه في ال1500 متر. هنا اليازي على الصداره الاولى الرميثي الرميثي الله 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 سهيل بن احمد بن خادم الرميثي ينطلق في الصدارة الأولى في المركز الأول. وهنا مصيحان لحمود بن محمد بن سالم الوهيبياتي على ثاني المراكز، 1200 ما تبقى عن الشداد. الشداد لمن؟ لمن في هذه الأمسية الرائعة؟ لمن في ختام الختاميات مهرجان الوثب؟ الله 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 بدأ ينطلق الياسي، بدأ يسير هنا ليفتح أجواء الكيلومتر الأخير، يدخل في الغلاف الجوي لهذا الكيلومتر بسرعة فائقة بنجومية رائعة. هنا يتواجد سهيل بن أحمد بن خادم الرميثي. يا سلامي عليك يا الرميثي. أهالي السمحة، أهالي السمحة بدأوا يحتفلون منذ هنا دخلنا منطقة إعلام دول الخليج. هنا بدأت ترفرف مع اليازي ومع الصدارة الأولى. أم صيحان على المركز الثاني، أحمود بن محمد بن سالم الوهيبي والمركز الثالث، وصل بن دحروي مظفر بن سالم بن دحروي العامري. يا سلام الله 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 اليازي 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 على الصدارة الأولى على المقدمة الأولى. وصلنا الخمسمائة متر الأخيرة، جولة الأوامر النهاية. يا ذكر الله الله تحرك اليازي، انطلق اليازي في الصدارة الأولى الأربعمائة متر الأخيرة. تهانينا والناموس إلى أهالي السمحة، واسعد الله مساكم يا أهالي السمحة. Good evening يا سمحة على هذه الانطلاقات وعلى هذه النوعيات التي ياتي بها اليازي على الصدارة الأولى. سهيل بن أحمد خادم الرميثي الرميثي، سلام يا خادم بن محمد الرميثي على فوز اليازي. هذه هي لحظات الوصول باستراحة المحارب بدون أي منافس. أشكرك ما شاء الله تبارك الله، حيو حيو حيو، يستاهل التحية ما شاء الله. إذا الرميثي يظفر بشداد الجعدان لذا المحليات الأصائل. أم صيحان هنا حمود بن محمد بن سالم الويبي على المركز الثاني، المركز الثالث شاهين مظفر بن سالم بن دحروي العامري، المركز الرابع وصل الأسد سالم بن محمد بن عبد الله السويدي، والمركز الخامس سماي بن آل الطاري اللي وصل مفجر سلطان بن مطر بن مرخان. هكذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، شاهدنا منافسة رائعة، شاهدنا اليازي صاحب السيارات صاحب التوقيت الزمنية يأتي ليظهر بشداد القعدان المحليات الأصايل. التوقيت الزمني ومخرجنا أسامة الهواري 9:16 وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس أيضا لسهيل بن أحمد بن خادم الرميثي على هذا الفوز والانتصار. سلام يا السمحة، سلام على هذا الفوز. بينما المركز الثاني أتى فيهم صيحان على ثاني المراكز، كان الأداء رائع لحمود بن محمد بن سالم الوهيبي الذي قدم من منجم السبق ب9:20 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثالث من وصل شاهين المظفر بسالم بن دحروي العامري، قطع مسافة السباق في 9:25 وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس لكل الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم.